أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عناوينها: ليبيا وتحديات فرض النفوذ بين أمريكا وروسيا، الأزمة الليبية تعقيدات تتجاوز دول الجوار، الجنوب الليبي معاناة متعددة الجوانب. ولمناقشة هذه الموضوعات أرحب بضيفنا، ينضم معنا عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي. سيد الجورشي أرحب بك معي اليوم. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. يرى مراقبون أن مؤشرات تتزايد بشأن تدخل روسي عسكري في ليبيا، ما قد يلقى مواجهة من الإدارة الأمريكية الجديدة. يأتي ذلك فيما يشير البعض إلى أن اتفاق موسكو وواشنطن سيخلط الأوراق في ليبيا ومحيطها. بيّن الكاتبان أماند كادلاك وكريستوفر شيفيس في مقال على موقع مجلة دي فورتشن الأمريكية أن هناك أدلة على أن تدخل روسيا عسكريا في ليبيا آخذ في الازدياد، وإذا حدث ذلك ستواجه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب خيارات متشابكة مع عواقب بعيدة المدى. واعتبر الكاتبان أن هذه الخطوة لها تفاسير قليلة، فقد تكون مجرد موقف كجزء من استراتيجية الحرب الروسية الهادفة إلى التأثير في المفاوضات الجارية حول مستقبل ليبيا، لكن هناك أسباب كثيرة للاعتقاد بأنها قد تكون المرحلة الأولى للتدخل الروسي. وأوضح الكاتبان أن دعم الحكومة في طرابلس سيتطلب على الأقل تدخلاً على الأرض، وقد يؤدي انتشار أمريكي كبير إلى ردع التدخل الروسي، لكن من المرجح أن يلقى مقاومة كبيرة داخل الولايات المتحدة، وسيكون التدخل على نطاق صغير أكثر جدوى. علاوة على ذلك، من شأن العمل ضد حليف روسيا أن يقوض التقارب الروسي الأمريكي، هذا وما تزال الإدارة الأمريكية الحالية متضاربة بشأن آرائها حول روسيا، خاصة وأن بعض المسؤولين الأمريكيين عبروا عن تقاربهم مع روسيا، فيما يثير البعض الآخر شكوكا كثيرة حول ذلك. ومع ذلك قد تضع المواجهة في ليبيا حدا لمحاولة المصالحة بين ترامب وبوتين. ذكر الكاتب اللبناني باسم الجسر في مقال بعنوان اتفاق موسكو وواشنطن يخلط الأوراق من جديد أنه لا شك في أن الولايات المتحدة وروسيا ما زالتا تشكلان اللاعبين الرئيسيين على المسرح الدولي، واللتين يؤثر تفاهمهما أو تنازعهما في المناخات الدولية بل في مصائر حكومات وشعوب. وقال الكاتب إن تركيز واشنطن وموسكو على أولوية تصفية داعش سوف يعجل ويسهل من تسوية سياسية ما في سوريا، ولكن ماذا بشأن العراق واليمن وليبيا؟ ماذا بشأن إيران وطموحاتها في المنطقة؟ ماذا بشأن إسرائيل وحل الدولتين؟ وخلص الكاتب إلى القول إننا ما زلنا عند بداية التكوينات الجديدة في العلاقات بين الدول الكبرى وفي استراتيجيتها الشرق أوسطية والعربية الإسلامية، ومن يتأمل في مناخات التغيير التي تعيشها الدول الكبرى وفي العوامل التي تحرك العالم في هذا العصر الإلكتروني الجديد لا يسعه سوى الشك في أن السلام في الشرق الأوسط والاستقرار سوف يتحققان قريباً. كما تابعت معنا سيد الجورشي، الصحافة الأمريكية تستمر في رصدها التحركات الروسية في ليبيا. هنا مجلة دي فورتشن الأمريكية كشفت عن وجود أدلة في أن تدخل روسيا عسكريا في ليبيا آخذ في الازدياد. كيف تفسر لنا أولا هذا الاهتمام الأمريكي بالتحركات الروسية؟ بطبيعة الحال هذا من شأنه أن يستفز ويثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر سواء ليبيا أو مصر وصولا إلى موريتانيا منطقة حيوية بالنسبة لأمريكا ولحلفائها من أوروبيين تحديدا، وبالتالي فإن هذا التنامي التدريجي البطيء والمدروس للوجود الروسي على المستويين العسكري والسياسي من شأنه أن يطرح العديد من التساؤلات. لكن في نهاية الأمر الأمريكان يمرون بمرحلة انقسام في مستوى الرؤية السياسية الاستراتيجية لدور روسيا ليس فقط على مستوى ليبيا ولكن على المستوى الدولي، ولكن المؤكد أيضا
بأن روسيا أصبحت ترى في ليبيا مجالا حيويا لتوسعها، بل ضرورة استراتيجية لها. كاتبا المقال رأيا هنا على هذه المجلة أن الانخراط الروسي في الملف الليبي يأتي كجزء من استراتيجية الحرب الروسية الهادفة إلى التأثير في المفاوضات الجارية في ليبيا اليوم بشأن مستقبلها. لماذا في رأيك تسعى روسيا بأن تكون طرفا مؤثرا في الملف الليبي؟ يعني هذا يعود لعدة اعتبارات. أولا، ليبيا هي جزء من وضع إقليمي ودولي تريد روسيا أن تؤثر فيه، لأن روسيا في نهاية الأمر تريد أن تكون محاورا أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية حول إعادة توزيع وبناء الخارطة الدولية الجديدة. الأمر الثاني، أن ليبيا لا ننسى بأنها دولة على المستوى الاستراتيجي مهمة، ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي مهمة باعتبارها قوة نفطية كبيرة ولا يمكن تجاهلها. الأمر الثالث هو أن عندما تنجح روسيا في أن يكون لها موقع قدم في ليبيا، فإنها بذلك ستؤثر على كامل منطقة المغرب العربي، ومن جهة أخرى ستؤثر على الحالة المصرية، وإذا ربطنا ذلك بسوريا فبالتالي يمكن للسياسة الخارجية الروسية أن تكون لها قدمان أساسيان، قدم في سوريا وقدم في ليبيا، وهذا يغير أشياء كثيرة. الكاتب اللبناني باسم الجسر عنون مقاله باتفاق موسكو وواشنطن سيخلط الأوراق من جديد، عن أي اتفاق بدءا الكاتب يتحدث عنه؟ يعني هو يتحدث عن الوضع الإقليمي ربما ككل، لأن ما يجري في سوريا يبين الحاجة الأمريكية للاستعانة بروسيا من أجل تسوية هذا الملف المعقد، ويمكن أيضا فيه إشارة ضمنية إلى إمكانية أو احتمال حصول توافق أمريكي روسي حول الملف الليبي. وبالتالي فإن المؤكد بأن روسيا قد فرضت نفسها كقوة رئيسية دولية لإعادة توزيع وبناء الخارطة الاستراتيجية الجديدة في المنطقة. في حال تم التحالف بين واشنطن وموسكو فيما يتعلق بإدارة الملفات الساخنة في الشرق الأوسط وأيضا الملف الليبي على وجه الخصوص، ما مصير ليبيا وانعكاس هذا التحالف على ليبيا؟ والحقيقة هذا المثير للضحك وفي نفس الوقت المثير للمخاوف، لأنه بالفعل إذا اتفقت موسكو وواشنطن حول الملف الليبي فهذا سيساعد على وجود حل سياسي، ولكن المثير أو الذي يجب أن نتوقف عنده هو ثمن ذلك، وماذا سيقدم الليبيون في مقابل هذا الاتفاق الاستراتيجي بين الدولتين. بمعنى دائما وكأن الليبيين ينتظرون الحل من الخارج، وإذا جاءهم هذا الحل من الخارج فسيكون جزء كبير منه حل مسموم وعلى حساب حيويتهم ومصالحهم واستقلالهم الذاتي. في إطار حديثك عن الحل الخارجي للأزمة الليبية نفتتح هذا المحور. يرى محللون أن التعقيدات التي تحيط الأزمة الليبية تتجاوز دول الجوار الليبي رغم الإقرار بأهمية دورها، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه على الجزائر وتونس ومصر إذا كانت راغبة في حلحلة الأزمة الليبية أن تتوجه إلى اللاعبين الدوليين الفاعلين في ليبيا ولا تكتفي فقط بالفرقاء الليبيين. نقل موقع صحيفة الأحداث الجزائرية اليومية في حوار المحلل السياسي التونسي ماجد البرهومي صاحب كتاب معضلة الديمقراطية في ليبيا قوله بخصوص تقييمه للوضع الأمني والسياسي في ليبيا: إن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا سيء بكل المقاييس في غياب سلطة مركزية يخضع لها كامل الإقليم المترامي المجاور المنتمي إلى 6 دول إفريقية. وبخصوص قدرة دول الجوار الجزائر تونس ومصر على إيجاد حلول فعلية للأزمة في ليبيا، يرى البرهومي أن هذه التفاهمات تزيد من فرص الحل في ليبيا، لأن من المهم أن تكون دول الجوار داعمة للاستقرار، لكن المسألة الليبية تتجاوز هذه البلدان الثلاث لأن فيها لاعبين آخرين. وخلص الكاتب إلى القول: وعلى الجزائر وتونس ومصر إذا كانت راغبة في حلحلة الأزمة الليبية أن تتوجه إلى هذه البلدان التي لديها مصالح في ليبيا ولا تكتفي فقط بالفرقاء الليبيين، فإذا اتفقت هذه البلدان سيتفق الليبيون.
أولا سيد الجورجي، ماذا يقصد المحلل السياسي التونسي ماجد البرهومي في حواره هنا مع صحيفة الأحداث الجزائرية بأن الأزمة الليبية تتجاوز دول الجوار، وهل تتفق معه في هذه النظرة؟ بطبيعة الحال لو كانت لدول الجوار القدرة على معالجة المسألة الليبية ولتوصلت إلى حل سريع منذ فترة طويلة، عدم قدرة هذه الدول بما في ذلك مصر وبما في ذلك الجزائر على حسم الصراع الداخلي دليل على وجود أطراف أخرى سواء على المستوى الإقليمي العربي أو على المستوى الدولي لها وزنها ولها تأثيرها على الأحداث في ليبيا. وليبيا في تقديري بعد كل ما حصل خلال السنوات الأخيرة اتجهت وبشكل سريع نحو التدويل، التدويل الذي يتجاوز الإطار الإقليمي الضيق، ولكي وإحنا كنا منذ قليل نتحدث عن الدور الأمريكي والدور الروسي والدور الأوروبي، والدور الأوروبي أدوار متعددة ومتناقضة بين فرنسا وإيطاليا وبين بريطانيا وإلى آخره، فالمسألة الليبية لم تعد مسألة لا محلية ولا إقليمية وإنما أصبحت مسألة دولية بالضرورة. لهذا نقول بأن دول الجوار مع أهمية مواقعها وما يمكن أن تقدمه، لكن ما تقدمه سيبقى محدودا إذا لم يكن مدعوما بإرادة دولية واضحة. المحلل يعود ويقول أن التفاهمات التي تقودها دول الجوار الليبي مصر والجزائر وتونس تزيد من فرص الحل في ليبيا، لكن التساؤل يبقى ما انعكاسات هذه التحركات ولو كانت محدودة على الواقع السياسي الليبي؟ يعني يبدو بأن الواقع الليبي المحلي هو المفتاح، هو الأساس في التوصل إلى أي حل حقيقي وقابل لكي يستمر. لهذا فإن دول الجوار تحاول أن تتفق فيما بينها، وهذا مهم لأن هذا يوحد الرؤية ويحد ويوحد المقترحات التي يمكن أن تدافع عن هذه الدول، لكن الأساس هو كيف سيقع تقبل هذه المقترحات وهذه التوصيات من قبل القوى الفاعلة على الأرض، وهذه القوى متناثرة ومتعددة ولكنها قادرة أن تعطل أي حل أو أن تشجعه، لأن جزء من هذه القوى المحلية هي مرتبطة بمصالح وبرؤى استراتيجية تتجاوز دول الجوار، ونجد تجد نفسها مرتبطة إما بالخليج أو مرتبطة كما قلنا بأطراف دولية كبرى وأساسية. المحلل السياسي البرهومي قدر بأن الوضع في ليبيا سيء للغاية بكل المقاييس في غياب سلطة مركزية، ألا من شأن هذا التوصيف سيد الجورجي أن يحجم من أي مبادرة تطلقها سواء دول الجوار الليبي أو المجتمع الدولي لحل التعقيدات في الملف الليبي؟ هو يعني هذا صحيح، يعني التعقيد الداخلي عامل أساسي في وضع عراقيل جدية أمام أي معالجة إقليمية أو دولية، لكن في نفس الوقت يجب أن لا نسقط من الحساب أن الكثير من هذه الأطراف الصغيرة والمتوسطة الحجم داخل ليبيا هي لم تستطع أن تفرض نفسها لولا تلقيها لدعم قوي مالي وعسكري من أطراف إقليمية أو دولية، وبالتالي العلاقة جدلية بين الداخل والخارج. ومن هنا لو أرادت بعض الأطراف الدولية أو الإقليمية أن تدفع في اتجاه حل سياسي محدد لأمكن لها من خلال إيقاف هذا الدعم وبالتالي فرض إرادة سياسية أو قرار سياسي على هذه الأطراف المستفيدة من هذا الدعم. ننتقل إلى مناقشة المحور الأخير. تشير دراسات إلى أهمية الاهتمام بالوضع في الجنوب الليبي الذي يعاني تحديات متعددة الزوايا، كما يوصي باحثون بضرورة تغيير الأوضاع هناك بكل السبل، حيث أدى فراغ الحكم في الجنوب إلى استقطاب فرقاء سياسيين من شمال ليبيا ودول خارجية، وفتح المجال أمام متطرفين للبحث عن موطئ قدم لهم في الجنوب الليبي، ما قد يشكل خطرا على ليبيا بأسرها وعلى الدول المجاورة. ذكرت دراسة أصدرها معهد كارينجي للشرق الأوسط أنجزها الباحث فريدريك ويري بعنوان فقدان الأمن وتحديات الحكم في جنوب ليبيا
أن حالة عدم الاستقرار الأمني ما زالت متواصلة جنوب ليبيا بسبب النزاعات الأهلية ونقص الخدمات الأساسية وتفشي التهريب وانهيار المؤسسات بهذه المنطقة. وقالت الدراسة إن فراغ الحكم في الجنوب أدى إلى استقطاب الفرقاء السياسيين من شمال ليبيا ودول خارجية، وأدى تمويل وتسليح شباب الجنوب من قبل فصائل متناحرة تابعة لائتلافات فضفاضة إلى تواصل النزاعات المحلية. ورغم إقرار الدراسة بكون التطرف يعتبر أحد التحديات التي تواجهها منطقة جنوب ليبيا، إلا أنها تؤكد ضرورة عدم تضخيمه، وترى أن المجموعات الإرهابية على غرار تنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش لم تتمكن من انتزاع موطئ قدم راسخ لها في البلدات الجنوبية، لكنها استغلت غياب الحكم في الجنوب للحصول على اللوجستيات وتنفيذ تدريبات. كما عددت الدراسة التي أنجزها الباحث فريدريك ويري مصادر انعدام الأمن في المنطقة الجنوبية، حيث تعود أهم هذه العوامل إلى انهيار المؤسسات والمواثيق الاجتماعية منذ الثورة الشعبية التي أطاحت في العام 2011 بالديكتاتور معمر القذافي، وكذلك التوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية. وأوصى ويري في دراسته بدعم مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بالقطاع الأمني في جنوب ليبيا، خاصة الجهود المتبادلة بين القبائل والجماعات المحلية، ويضيف إلى ذلك إعادة العمل بالرواتب الحكومية في الجنوب وإيجاد حل لمأزق تحديد الهوية الوطنية وتفعيل موازنات البلديات في إطار مجهود أوسع نطاقا لإصلاح جدول الرواتب في القطاع الأمني. سيد الجورشي، بدءا كيف تعلق على ما خلص إليه الباحث بمعهد كارنيجي للشرق الأوسط حول حالة عدم الاستقرار الأمني في الجنوب وتداعياتها على ليبيا وأيضا على دول الجوار وأمن المنطقة؟ يعني هذا مؤكد أن التدهور الأمني في الجنوب وفي منطقة الجنوب بلغ أقصاه، وأن هذه المنطقة أصبحت محرومة من العديد من عناصر الاستقرار، وأن ما يجري في الجنوب ستكون له تداعيات على مزيد تعقيد الحالة الأمنية الليبية على مستوى الداخل، وكذلك أن تبقى منطقة الجنوب مفتوحة أمام تدخلات إقليمية ودولية متعددة. ويبدو بأن كل المعطيات تشير بأن مأساة الجنوب مرشحة لكي تطول وتستمر، لأن مأساة الجنوب مرتبطة بحل المعضلة السياسية في ليبيا، وما دامت ليبيا مقسمة بهذا الطريقة وبهذه الأسلوب وبين منطقة غربية ومنطقة شرقية وتتنازعها مصالح وأطراف متعددة، فإن الجنوب لن يحظى بالاهتمام ولن يتمكن من أن يرتبط من جديد بدولة مركزية قوية داخل ليبيا. في إطار الجنوب الليبي سيد الجورشي، الدراسة خلصت إلى أن المجموعات الإرهابية استغلت غياب السلطة هنالك للحصول على اللوجستيات وتنفيذ تدريبات في معسكرات متمركزة في الجنوب. إذن لماذا لا نرى اهتماما دوليا واسع النطاق بالجنوب الليبي، لسيما وأنه يعني كما ذكرت الدراسة يشهد عمليات تدريب للإرهابيين وغيرها؟ شوف، الأطراف الدولية يعني لا تهتم بأي مسألة إلا عندما تبلغ أقصاها، فعندما ستصل هذه الأطراف الدولية لكي تجد نفسها أمام قوة مركزية منظمة من جديد داخل الجنوب الليبي وتهدد بقية الأطراف، ويمكن أن تحول أو تنقل الصراع من العراق وسوريا إلى داخل ليبيا، عندها سينتبهون وسنسمع أصوات وسنسمع إيقاع الدبلوماسية الدولية إلى آخره. الآن هذه الأطراف المتشددة في منطقة الجنوب لا تزال محدودة الأثر، لا تزال تبحث عن موقع لها، لا تزال تدرب عناصرها، وبالتالي لا تثير مخاوف استراتيجية كبيرة لدى الأطراف الدولية، ولهذا لا يقع الاهتمام بها بشكل مركزي. لكن في الحقيقة كل شروط متوفرة داخل الجنوب الليبي من أجل التي من شأنها أن
نكتشف في يوم من الأيام أن هذا الطرف الأساسي قد أصبح قويا وقادرا على أن يحدث إرباكا على مستوى المصالح الاستراتيجية. إذا النقاط التي لخصت إليها الدراسة فيما يتعلق بوجود معسكرات تدريب للإرهابيين، هل هذا هو تفخيم إعلامي فقط أم ما يعني لماذا هذا التصور؟ أنت سيد الجورج تحدث بأن انتشار المجموعات الإرهابية لا يزال محدود النطاق ويمكن السيطرة عليه. يعني يمكن السيطرة عليه إذا وجدت خطة حقيقية، إذا تحركت الأطراف الليبية وغير الليبية لكي تطوقه، لكن في ضوء ما يجري في الجنوب من انخرام للأمن ومن تفاقم الأزمة الاقتصادية ومن عدم اهتمام بالشأن السياسي وعدم توحد أو توفر الحد الأدنى من الوحدة بين الأطراف الليبية، فإن هذه المجموعات التي الآن تتلقى تدريبات متواصلة وتتلقى الدعم للسلاح وتتمكن من الانتعاش الاقتصادي في لحظة من اللحظات، وهذا شاهدناه سواء داخل ليبيا أو خارج ليبيا، في لحظة من اللحظات يمكن أن تتحول إلى قوة ستهدد التوازنات. فبالتالي مهم أن نقول بأن هذه المجموعات ما زالت محدودة الأثر، ولكن أيضا مهم أكثر أننا عندما نتوقع احتمالات أن تتطور بسرعة عجيبة في الأشهر وفي الفترة القادمة. كاتب الدراسة ويري هنا شدد على ضرورة دعم مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بالقطاع الأمني في منطقة الجنوب الليبي، خاصة الجهود المتبادلة بين القبائل والمكونات العرقية هنالك والجماعات المحلية. إلى أي مدى يمكن أن يسهم يعني احتواء هذه المبادرات ودعمها دوليا في الحد من هذه المخاطر التي أشارت إليها الدراسة؟ ولا شك في أن للمجتمع المدني دوره وأثره، ولكن أيضا لا نحمله أكثر من طاقته. في ليبيا الآن حتى الحديث حول ماهية المجتمع المدني ومدى قوته وما دوره ما زال في بداية الحديث، بمعنى أنه لا يوجد اهتمام جدي بدور المجتمع المدني المحلي. ثم المجتمع المدني يستطيع أن يمتص بعض التداعيات الاقتصادية الاجتماعية، يعزز الوحدة، يدافع عن المطالب الكبرى، لكنه لا يستطيع أن يتصدى إلى جماعات مسلحة مدربة قادرة على أن تضرب ولا وغير منضبطة في أهدافها. وبالتالي فإن المجتمع المدني له دور، لكن على شرط أن يقع دعم هذا الدور، ثم هذا الدور هو مرتبط بدور سياسي تقوم به الأطراف السياسية. وبذلك نصل إلى ختام حلقة اليوم. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا، حدثتنا عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورجي على كل هذه التحليلات. مشاهدينا الكرام، كما نوه إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، وإلى اللقاء.